خليني أقول إنه فرقة بيت العود كمان أبدعت في عزف ألحان أغنية ألف ليلة وليلة للراحلة أم كلثوم خلال حفلها بمهرجان العالمين 2024، واللي أقيمت يوم الخميس اللي فات ضمن الفعاليات الفنية للمهرجان بمدينة العالمين الجديدة. كمان تفاعل الجمهور وزاروا المهرجان وزوار مهرجان العالمين مع فرقة بيت العود خلال عزفهم لأغنية نسم علينا الهوى طبعا النجمة فيروز ده خلال حفلتهم بالمهرجان. الحقيقة أن فرقة بيت العود قدمت سهرة فنية رائعة. خلينا نعرف التفاصيل أكتر عن كواليس الحفل ده. معانا عبر الهاتف دلوقتي سلمى مختار عازفة بيت العود. يا مساء الفل عليك يا سلمى. مساء النور سلمى. أنت بتعزفي عود؟ أنا بعزف عود وخريجة بيت العود العربي. يعني دايما الآلة دي بالذات بنقول دايما ايه انه بيحبها اكتر الولاد او الرجال يعني بيبدعوا فيها. انت النهارده يا سلمى من مبدعين العود، احكي لنا عن تجربتك مع الآلة دي في البدايه، هل كانت صعبه هل كانت سهله، تحبيها من زمان؟ بصي، هو دايما معظم الناس واخده فكره عن آلة العود ان هي قديمه وانه الولاد بس اللي بيعزفوها. فأنا كمان كنت واخدة الفكرة دي لغاية ما حضرت حفلة لأستاذ نصير شمس. دي غيرت فكرتي خالص عن العود يعني، وقررت أن أنا لازم أتعلم عود. لقيت أن العود ممكن يعزف أي حاجة وبأي شكل، وبيعزف قديم وجديد، وبيعزف هارموني ممكن نعزف عليه بأي شكل، وغربي وتركي وعراقي. طب اكسبيرينس بتاعتك بقى وتجربتك في العالمين، في مهرجان العالمين الجديده، كانت عامله ازاي؟ تفاعل الناس معاكي كان عامل ازاي؟ خصوصا ان انتوا يعني عزفتوا اغاني متاصله فينا كشعب عربي، يعني خليني اقول الف ليله وليله دي مش بس للمصريين، ده العالم العربي كله بيعشق ام كلثوم. بتتكلمي طبعا نسم علينا الهوى فيروز، تفاعل الجمهور كان عامل ازاي؟ طيب، احنا اولا دي اول مشاركة لينا تريو بيت العود العربي. كان مشارك معايا استاذ محمد يحيى واستاذ مايكل أنسي. كانت اول مشاركة لينا مع بيت العود التابع لصندوق التنمية الثقافية تحت اشراف طبعا نصير شمس. عزفنا في المسرح الروماني، بصراحة كان مسرح مجهز باحسن تجهيزات، وبالتالي احنا كمان كان لينا تجهيزات كبيرة قوي يعني، وكان عملنا بروفات قبلها بفترة، بروفات مكثفة، واخترنا مقطوعات وأغاني لمؤلفين وملحنين كبار طبعا، منهم نصير شامة، بليغ حمدي، سيد درويش، عشان نقدر نوصل يعني لكل فئات الجمهور وكل المستمعين. فاخترنا برنامج يعني فعلا له قيمة كبيرة عند الناس، وموسيقى كل الناس بتحبها، وفي نفس الوقت موسيقى نصير شمة والحاجات اللي احنا تربينا عليها والناس كلها بتحبها. طبعا الجمهور تفاعل وكان مبسوط جدا، واحنا كمان كنا مبسوطين اكتر بمشاركتنا دي. يعني احكي لي، دي اول مشاركه ليكو، احكي لي شفتي الاجواء عامله ازاي في المهرجان؟ يعني هل الحفله دي اختلفت عن اي حفله تانية انتوا بتقدموها؟ بصي، طبعا اختلفت لانه احنا بنقدم حفلات في يعني تقريبا معظم بلاد العالم. بس اول مره تكون حفله بالتجهيزات الكبيره دي في بلدنا. فده طبعا كان شرف كبير قوي لينا ان احنا اصلا في بلدنا مهرجان بالتجهيزات الضخمه دي، تجهيزات على اعلى مستوى يعني. احنا من اول ما دخلنا العالمين بصراحه كنا منبهرين بكل حاجه من اول ما دخلنا لغايه المسرح. فده كان يعني كان شرف كبير قوي لينا ان ده في بلدنا. انتوا في الحقيقه ابدعتوا يا سلمى يعني، واخترتوا اغاني بتدخل قلوبنا يعني. النهارده في اغاني كده معينه لازم كل حد بيسمعها يعني يسرح معاها ويفتكر احلى ذكريات، فبالذات كمان لما يدخل الالات الموسيقيه الجميله زي العود المتاصل فينا في شعوبنا العربيه اكيد بتفرق. بنشكرك يا سلمى. سلمى مختار عازفه العود من فرقه بيت العود.